مرتو أهاندني كتير. أنا عرفت الحقيقة بس من شوي، مثلك أنتي. قبل هلأ كنا أنا وياكي مثل بعض، ما منعرف شي. صدقيني ميتري، هارش، أنا صدقت كتير شغلات وانضحك علي كتير من قبل كمان. حابة صدقك، بس أنا ما عم اقتنع إنك ما كنت بتعرف شي. في شي طريقة تقدر تقنعني فيها؟ إذا في طريقة خبرني. أنا عندي طريقة ميتري. بحياتي في شخصين بس بيهموني، هنن أمي وإنتي. لهيك ما بكذب عليكي ميتري، ما كنت بعرف بهذا الموضوع ولا سمعان فيه، ما كذبت عليكي. أنا ما إلي أي صلة بعائلة تيواري. فكري فيها شوي ميتري، الإنسان يلي بياخد قراراته بناءً على اللي صاير بالماضي ما رح يكون له مستقبل. أنا ما بيهمني لا الماضي تبعي ولا ماضيكي. ما فينا نغير الماضي أبداً. هلأ ما عنا غير حبنا وارتباطنا. ما رح نخرب كل هاد كرمال شغلات صايرة بالماضي. هارش، أنت ما كنت بتعرف بهالشي. أنا مهمة عندك مو هيك؟ بدي توعدني وعد لكان. بعد زواجنا أنا ما بدي أي ارتباط من أي نوع مع عائلة تيواري، وما بدي انجبر اتواجه معهم أبداً. ما رح أطلب منك شي تاني أبداً، بس لو سمحت بدي إياك توعدني هذا الوعد. ميتري، أنا هارش بانديت، زوجك المستقبلي. أنا بوعدك إنه ما رح يكون إلنا أي ارتباط مع عائلة تيواري. ولا مع الناس يلي بهداك البيت. هلأ موافقة تتزوجيني؟ يا جماعة، أنا بعتذر منكن على اللي صار. أنا ما كنت بعرف أي شيء عن الماضي، بس ميتري رح تكون مستقبلي واللي بدي إياه بيصير. أنا وعدت بهالشي. ماشي، رح جيب موكب العرس المساء وأخذ مرتي من عندكن لنعيش أنا وياها. ميتري، انتي متأكدة رح تتزوجي هارش؟ ايه متأكدة آشيش. خلص انا حكيت مع هارش وهو وضح لي كل شي. هو فعلا طلع ما إله صلة مع عائلتك. ومو بس هيك، بعد الزواج نحنا رح نروح لمكان بعيد. ماشي لكن ميتري، واخيرا رفيتي رح تستقر وتتزوج. بالتوفيق لإلك ميتري، انا معك بأي قرار بتاخدي. بعرف، بغض النظر عن الشيء اللي رح يصير رح ضل رفيقك على طول. وانتي لازم تتصلي أول ما تحتاجيني. ماشي، بس استنى شوي. شو يعني اتصل فيك؟ ليش ما رح تحضر العرس؟ لا ميتري، أنا ما فيني أحضره، عيلتي محتاجتني هاي الفترة. خلص انتي تزوجي، بعدين بحكي معك وبشوفك انت وهارش بالوقت اللي بدك اياه.
لا تاكليها. عشيش، اللي خالتي سونا عرفت؟ لا، مرت عمي ما عرفت ولا رح خبرها. خلص انتي انسي وركزي على عرسه بس. هذا عرسك، مو اي حدث صغير حيصير. ايه، ديري بالك. باي. اختي شو وين شاردي؟ ماتري ما عنا وقت. هلا انتي شوفي ستاري وهدول المجوهرات، وانا رح اعمل لك مكياجك. ايه برنسي، لازم احكي مكالمه. ان الرقم المطلوب مغلق او خارج نطاق التغطيه. لازم احكي مع خالتي سونا فورا، اذا ما ردت علي لازم شوفها. يلا أختي، خليني أعمل لك مكياجك. برنسي، اسمعيني، أنتي دبري الأمور هون، أنا لازم أعمل شغلة ضرورية. ماشي، ما بتأخر. شو؟ ماتري استني شوي. لوين بدك تروحي؟ موكب العرس رح يوصل. أختي قليلي، بس يسألوني عنك شو بدك يعني قلهم؟ رح أرجع قبل ما يجي الموكب وتبلش المراسم. أنتي جاهزي كل شيء. ماشي. ماتري؟ مو معقول بنتي، العروس ما بصير تطلع من البيت بيوم عرسها. انتي لوين رايحة بيوم عرسك؟ صراحة خالتي، أنا رايحة أشوف خالتي سونا. كيف بدي أتزوج بدون ما أخبرها؟ أنا ما بدي تسمع هالخبر من حدا تاني. لهيك انتي كتير بريئة، قديش قلبك أبيض بنتي. ليكي، هلأ انتي رح تصيري كنتي ما؟ بس بصراحة أنا معتبرتك بنتي يا ماتري، مو مرته لابني. وبصفتي أمك يلي بتحبك، رح أنصحك نصيحة مهمة. لا تروحي لهداك البيت. اسمعيني بنتي، أنا قررت إني